السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان الوراقي. النهاردة حبايبي هقدم لكم معلومة بالنسبة للشوكولاتة. الشوكولاتة بقى ايه بالنسبة للشوكولاتة؟ يعني على الفطار كده الصبح، لو يعني لو أكلتي كام حتة شوكولاتة كده هوت على الفطار، هتدعم جسمك كده هوت بالمضادات الأكسدة اللي يعني بتعمل ضد ظهور أعراض الشيخوخة وبتقوي القلب. يعني بالنسبة لما تاكليها الصبح بدري كده هوت بتبقى بتفيد جسمك ايه، بتفيد جسمك جدا وبتمنع ايه اعراض الشيخوخة. يعني جميلة جدا. بالنسبة بقى بين الوجبات، يعني لو اكلت اكتر من 25 جرام في اليوم، يعني بتتراكم كده هوت يعني في شكل دهون كده هوت في جسمك، بتسبب زيادة في الوزن بس كده. فانا حبيت ان انا اقدم لكم المعلومة ديت بالنسبة للشوكولاتة. يعني المعلومة دي عجبتني بصراحة، فحبيت ان انتوا كمان ايه يعني تستفادوا ايه منها. فلما تاكلي يفضل ان انت تاكلي الشوكولاتة يعني الصبح كده هو، يعني حتتين كده الصبح بس، وما تكتريش يعني عن 25 ايه جرام كده في اليوم يعني بس. اتمنى حبايبي ان الفيديو النهارده يكون عجبكم وتكونوا استفدتم منه. بحبكم جدا جدا في الله حبايبي. كان معاكم حنان الوراقي، ام ندى وفتحي. يا ريت اللي لسه متابعيني لاول مره، فضلا وليس امرا حبايبي، لو الفيديو عجبكم والقناه عجبتكم وبتستفادوا منها، يا ريت ان انتوا تدعمونا كده حبايبي بالاشتراك في القناه، وما تنسوش تفعلوا الجرس علشان يوصل لكم فيديوهاتي وكل جديد بقدمه في القناه اول باول. لا يا ريت كده تدعمونا باللايك عشان الفيديو يوصل لاكثر عدد من المشاهدين. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.